بقى ضيق الوقت ان احنا عندنا محاضرتين بس او حاجه زي كده، فاحنا هننقل على الجزء بتاع الصرف. الجزء بتاع الصرف عشان نعرف برضو شبكات الصرف وطريقه التصميم خلال المحاضرتين اللي هم اللي هنشتغلهم. فهنتكلم النهارده على الويست ووتر كوليكشن سيستم، اللي هو نظام تجميع مياه الصرف. ساعات بنسميها سيورج كوليكشن سيستم، اللي هي شبكات تجميع مياه الصرف. يبقى المحاضرة بتاع النهارده هتتكلم على عملية شبكات تجميع مياه الصرف. زي ما احنا عارفين في الرسمة الموجودة ديت، دي موجود فيها رسمة لحي أو جزء من مدينة، عبارة عن مجموعة مباني قد تكون سكنية، تجارية، صناعية، مجموعة من الشوارع. فاحنا وصلنا المية وفقا لآخر محاضرة اللي فاتت لجميع المباني، فبقى عندنا مياه صرف ناتجة عن الاستخدامات. فاحنا عاوزين نجمع المية دي. فزي ما احنا شايفين في نقط حمراء وفي خطوط. الخطوط دي هي عبارة عن خطوط تجميع مياه الصرف، والنقط الحمراء دي هي المطابق أو غرف التفتيش. يبقى الوظيفة أو الفانكشن اوف ويست ووتر كوليكشن سيستم هي تو كوليكت، تجمع أو كونفي، تنقل الدوميستيك كوميريكال اندستريال ويست ووتر، وتجمع مياه الصرف المنزلية، الصناعية، التجارية، وأي مياه صرف. وده بيتم بالجاذبية، يعني المية بتنتقل بالجاذبية. زي ما احنا عارفين مية الشرب بتوصل بضغط عشان توصل للدور اللي انا عاوزه. عشان اتخلص من مياه الصرف انا لازم المية تنزل براحتها وتنسحب وتمشي بالجاذبية. عشان تخرج من البيت عندي وتمشي في شبكة الشارع فلازم أن يبقى فيه ميول والمية تمشي بالجاذبية. ايه هي مصادر الصرف؟ وده اتكلمنا فيه في الترم الاولاني. مصادر مياه الصرف اما دوميستيك اللي هي منزليه، الستورم ووتر مياه الامطار، الانفلتريشن اللي هي مياه الرش اللي هي نتيجه بقى في مياه جوفيه، ففي جزء من المياه الجوفيه بينتقل لشبكه الصرف. اندستريال ويست ووتر اللي هي مياه الصرف الناتجه عن الصناعه، الكوميريكال المياه الصرف الناتجه عن المنشآت التجاريه، المولات، الجفرمنتال اللي هي المنشآت الحكوميه والمدارس والكلام ده. يبقى دي مصادر مياه الصرف. عندنا شويه تعريفات كده نبقى عارفينهم وانا كتبتهم. اول حاجه السيور. السيور هي ديت ماسوره بيتم انشائها تحت سطح الارض لنقل مياه الصرف. يبقى السيور دي ماسوره المجاري. السيوج ده الليكويد اللي بيتم نقله في الماسوره. يبقى السيوج ده مياه الصرف. يبقى عندي السيور اللي هي ماسوره المجاري، يعني البايب بقى بنسميها هنا سيور. الميه اللي بتتنقل اللي هي مياه الصرف بنسميها سيوج. السيورج ده النظام الكامل اللي بيشمل النقل وكل المنشآت بقى بتاع نقل الميه وتجميعها ومعالجتها. يبقى السيورج اللي هي ذا انتاير سيستم يوزد فور كوريكشن تريتمنت ديسبوزال، واعاده الاستخدام. الانفلتريشن اللي هو مياه الرش، هي الميه اللي بتيجي من ناتجه عن المياه الجوفيه. الستورم ووتر اللي هي مياه الامطار. يبقى دي شويه تعريفات كده نبقى عارفينها عشان لو حد قرا اي كتاب او اتذكرت بعد كده نبقى عارفين ان السيور اللي هي ماسوره الصرف، ماسوره تجميع مياه الصرف. السيوج اللي هو مياه الصرف نفسها. السيورج اللي هي كل النظام بقى، نظام التجميع والمعالجه واعاده الاستخدام. الانفلتريشن اللي هي مياه الرشح. الستورم ووتر اللي هي مياه الامطار. التايب اوف كوليكشن سيستم، انواع نظم التجميع. في انواع كثيره لنظم تجميع المجاري، لكن النظام الوحيد اللي هو مستخدم في مصر اللي هو الجرافيتي كوليكشن سيستم.
ايه؟ ان الميه بتمشي تحت تاثير الجاذبيه. في بعض البلدان بيتعمل نظام ساكشن، يعني ايه؟ زي ما احنا عارفين مياه الشرب بتبقى الميه فيها اندر بريشر، تحت ضغط، بضغط الميه توصل للدور. طب انا لو عكست العمليه في نظام الصرف، اعمل مضخه تسحب الميه، فالميه هيبقى في ضغط سالب تسحب الميه من المنازل وتنقلها. النظام ده مكلف ومش موجود وما بيتمش استخدامه في مصر، لكن اللي بيتم استخدامه في مصر اللي هو الجرافيتي كوليكشن سيستم. بس انا قصدت من الجزء ده ان احنا نعرف ان مش الجرافيتي كوليكشن سيستم ده النظام الوحيد لتجميع مياه الصرف، لا، في نظام ساكشن. النظام ده عباره عن نظام تفريغ، في طرمبات بتشتغل والمواسير بتسحب تحت ضغط سالب. لما نيجي نشوف بقى نظام تجميع مياه المجاري، لو جينا خريطة مبسطة كده لجزء شارعين مثلا أو جزء في المدينة، هنبص مثلا هنلاقي عندي، احنا بنجمع مثلا، هنقول ادي الهاوس اللي هو اللون الفوشيا ده، او اللون ده اللي هو المبنى السكني. قدام المبنى السكني ديت بنعمل غرفة تفتيش بنسميها انسبكشن شامبر. يبقى قدام المبنى السكني دي بيبقى في غرفة تفتيش بتجمع الصرف، مياه الصرف للمنزل. لو هو مصلحة حكومية بيبقى برضه في غرفة تفتيش بتجمع مياه الصرف بتاع، لو هو مصنع يبقى في غرفة تفتيش بتجمع مياه الصرف بتاع المصنع. هنصرف المية دي فين؟ هنصرفها على شبكة المواسير المجاري الموجودة في الشارع. طيب هنوصل المية مباشرة على الماسورة؟ لا، بنوصل المية على حاجة بنسميها المان هول، اللي هو بنسميه بالعربي المطبق، اللي انت بتشوفه في الشارع بيبقى في وسط الشارع وله غطاء من الحديد، غالبا من الحديد الزرق، فده بنسميه مان هول، اللي هو غرفة لتجميع المية. يبقى انا المنزل بنجمع مياه المنزل كلها في غرفة تفتيش بنسميها انسبكشن شامبر. عاوزين ننقل المياه دي لشبكة المجاري، بننقلها بواسطة ماسورة بنسميها الهاوس كونكشن، ماسورة واصلة منزلية بتنقل المياه من غرفة تفتيش المنزل إلى شبكة المجاري العمومية. طب بننقل للشبكة على طول؟ لا، بننقل على المان هولز اللي هو المطبخ. يبقى بنوصل الانسبكشن شامبر اللي هي غرفة التفتيش بنوصلها بالمنهول بواسطة ماسورة درجة بقى من مواسير الصرف بنسميها هاوس كونكشن، يبقى واصلة منزلية. طب الخط المواسير الموجود في الشارع الفرعي اللي انا بوصل عليه ده بنسميه لترال، لترال اللي هي خط مواسير فرعي، يبقى مواسير فرعية اللي بتجمع من المنازل. المواسير الفرعية دي عندنا مثلا ادي شارع اثنين وهكذا، ممكن ثلاثة اربعة خمسة، بيصبوا الخطوط الفرعية دي اللتر بتصب في خط رئيسي بنسميه المين سيور اللي هو الخط المجاري الرئيسي. يبقى انا عندي الخطوط الشارع الفرعية بتصب في الشارع الرئيسي او في الخط اللي موجود في الشارع الرئيسي اللي بنسميه المين سيور. يبقى المين سيور ده بيجمع المية من مجموعة فرعيات لتر. بعد كده المية بتتنقل إلى البامب ستيشن. طب احنا بنعمل بامب ستيشن ليه؟ أنا زي ما احنا عارفين المية بتمشي أندر جرافيتي، فبالتالي لازم الماسورة يكون لها ميل. فمع كل بعد طول معين بنلاقي مثلا بنبدأ بطول متر أو متر وربع نوصل لخمسة ستة سبعة متر. بعد كده لازم نعمل بامب ستيشن. ليه؟ لان احنا كل ما نزود عمق الحفر هيبقى في خطر، مشكله في اولا هيبقى في صعوبه في التنفيذ، تاني حاجه هيبقى في خطر على المباني المحيطه. لو انا عندي الشارع واسع وكويس بنوصل لحد 7 متر. طب لو الشارع ضيق، هل مثلا يعقل ان عندي شارع 3 متر واوصل ل 5 ولا 6 ولا 7 متر؟ طب ما كل المنازل اللي هي موجوده في الشارع دي هيحصل لها انهيار. فبالتالي عمق الحفر محدد حسب عرض الشارع ونوع التربه. طيب انا المعتاد هنا في مصر ان لما توصل عمق الماسوره من 5 ل 7 متر، 5 في الشوارع الضيقه
7 في الشوارع اللي هي الواسعه اللي تحتمل نوصل ل7، بنبدا نعمل حاجه اسمها بامب ستيشن. بامب ستيشن ديت بتبدا نجمع فيها المواسير، المايه جايه لها اندر جرافيتي، بتبقى بياره وفيها غرفه ترمبات تسحب المايه وتضخها في خط. الخط ده بنسميه الفورس مين، اللي هو خط الطرد. خط الطرد ده يا اما ينقل المايه الى الويست ووتر تريتمنت بلانت، محطه معالجه مياه الصرف، او لو انا مدينه كبيره هنقل من الحي ده على محطه ثانيه موجوده في حته ثانيه. يبقى البامب ستيشن انا بعملها ليه؟ لما المنسوب يوصل اولا لتجميع مياه الصرف ونقلها الى محطه المعالجه. طيب في بعض الحالات اعمل بامب ستيشن ايه؟ انا وصلت عمق 5 6 7 متر مش هقدر احفر ثاني، اروح اعمل بامب ستيشن تجمع الميه، وبعدين ممكن ابدا خط انحدار ثاني البامب ستيشن دي تصب فيه والميه تمشي بالجرافيتي وتجمع من منطقه ثانيه لحد ما عمقها يوصل ال 5 6 متر، وبعدين نعمل بامب ستيشن وهكذا. يبقى دي منظومه نقل الميه. في بعض الحالات في خط كده لو جينا المين سيور ده عند نهايه، عندي واحد اثنين خطين فرعيين ما بين الخط الفرعي الثاني ده والبامب ستيشن، ممكن يكون في البامب ستيشن بره البلد، يعني ما لقيتش لها مكان داخل الكتله السكنيه. فجيت بقى على بعد 500 متر مثلا من الكتله السكنيه عملتها بره البلد. طب الخط ده ما فيش عليه وصلات، ما حدش بيوصل عليه، مجرد انه خط بينقل الميه من القريه او المدينه او الحي الى البامب ستيشن، فبنسمي الخط ده خط نوع من انواع الخطوط الرئيسيه، بنسميه ترانك. يبقى خط رئيسي ناقل لمياه الصرف، اللي هو مثلا ممكن يكون من اخر خط فرعي لحد البامب ستيشن. ايوه تدريبي في الاجازه وكان الشارع تقريبا مش مكمل 4 متر، 3 متر ونص بالكثير يعني، وكان عمق الحفر فيه، وبيوت كلها قديمه في الرافديه على فكره، كان عمق الحفر فيه تقريبا ما لا يقل عن 4.5 5 متر، ما لا يقل عن كده، بس مش متذكر الرقم بالظبط، وكان التربه ضعيفه جدا ومليانه ميه وعمالين يسحبوا. ما هو نظام التنفيذ ازاي؟ احنا ممكن يبقى في حفر مكشوف بنبدا نحفر، لازما حسب نوع التربه في تقرير بيتعمل، تقرير جسات لنوع التربه اللي بيمشي فيها الخط، بنعمله مثلا على مسافات معينه وفي كل شارع، بنشوف التربه دي تحتمل ولا لا. فبنيجي بنعمل حاجه اسمها سند جوانب الحفر، بنجيب ما كانش في سند على فكره يا دكتور. لا ده ايه بقى؟ ده شغل بقى تهريج، شغل مقاولين عرب وفي مقاول من البطن. انا بقول لك مقاولين عرب كانت بتشرف، وانا كنت تبع مقاولين عرب من الناس اللي موجوده في الموقع يعني. لا بيبقى تهريج بقى من المقاول، لان دلوقتي ممكن يحصل انهيار للحفر، ده كده كده هو بعد ما هيخلص، حتى لو ما ظهرش كل البيوت اللي في الشارع دي هيحصل لها تشريخ ويحصل لها مشاكل. بعد ما يخلص الخط حتى لو ما حصلش انهيار، هتبص لها البيوت دي بدات تشرخ، ولان الاساسات بتاعتها بدات تتنقل من مكانها، يحصل يعني ايه ديفورميشن او تشكل للتربه تحت المبنى، فبالتالي هيبدا يحصل لكل الشارع ده يحصل له مشاكل. وده حصلت مع المقاولين العرب في كذا حته، وعملنا فيهم تقرير، وبيوت كتير اتبهدلت، وده بيبقى تهريج او المقاول بينفذ ما عندوش ضمير. لان هو البيوت ده يا دكتور بتطول حقها بعد كده ولا هو يعود على ربنا بقى ولا بتاع الشركه يعني ايه بيحاول يحل المشكله وبيصرف لهم تعويضات، وفي الحاله دي يعني ممكن بيكون بيديهم حاجات بسيطه، وممكن لو ما ادهمش تعويضات بيرفعوا قضيه وبياخدوا تعويض كويس، بيتعمل تقرير فني على الاضرار وبياخدوا تعويض كويس عن الضرر اللي حصل لهم. تمام. تالي ان عشان الاعماق الكبيره لازم نعمل حاجه اسمها سند جوانب الحفر. طيب حتى مع الشوارع الصغيره وانا سندت جوانب الحفر، في حاجه ان انا زي ما زميلكم بيقول اللي هي المياه الجوفيه. طب انا عندي مياه جوفيه مش هقدر انفذ في المياه الجوفيه، يبقى هبدا اسحب المياه الجوفيه. سحب المياه الجوفيه في الشوارع الضيقه ديت
نفسه ممكن يعمل مشاكل في المنازل المحيطه. ليه؟ لان انا بسحب ميه فالاسات اللي بيحصل لها هبوط يحصل ايه شروخ وتصدعات في المباني المحيطه. فبالتالي احنا العمق الحفر في الشوارع بيعتمد على نوع الشارع ونوع التربه وعرض الشارع. احنا كده عملنا المخطط العام لمياه الصرف. بنبدا اول حاجه هعيده تاني غرفه تفتيش منزليه، دي موجوده بتجمع مياه المنزل، المصنع، المصلحه الحكوميه، النادي، مهما كان. بوصل غرفه التفتيش دي على شبكه العموميه بخط مواسير بنسميه الهاوس كونكشن، اللي هي الوصله المنزليه. طب بوصل الميه دي بالماسوره ديت على ايه؟ على خط فرع اللي هو الليتر. طب بوصل على الخط على طول؟ لا، ما بنوصلش خطوط الصرف على طول، بنعمل مانهول اللي هي مطابق، نوصل على المطبق وبعد كده الميه تمشي في المواسير. طب المواسير الفرعيه دي بتودي الميه بتاعتها فين؟ على خط رئيسي يبقى موجود في الشارع الرئيسي، بيجمع من كذا ماسوره فرعيه. بعد كده لو محطه الرفع قريبه الخط الرئيسي ده بيصب فيه لما نوصل لعمق 5 7 متر. لو محطه الرفع بعيده بنعمل خط برضو اندر جرافتي، الميه بتمشي فيه اندر جرافتي، ينقل الميه من الحي الى محطه الرفع او من القريه الى محطه الرفع، وده بنسميه ترانك، خط رئيسي ناقل للمياه. بعد ما توصل محطه الرفع بنضخ الميه، يا اما نضخها خلاص اذا كان الموضوع انتهى وغطينا الحي او المدينه او القريه، نضخها للوست ووتر تريتمنت اللي هي محطه معالجه الصرف. لكن لو انا بس وصلت العمق ولسه ما غطيتش كل المدينه، اضخ الميه يا اما لمحطه رفع ثانيه او في خط انحدار جديد هيبدا بعد محطه الرفع بس بيبدا بعمق 1 متر. يبقى يبدا 1 متر ويمشي بميل بقى يخدم كل الكتله السكنيه اللي بعد كده لحد ما يوصل 5 7 متر نعمل محطه رفع ثانيه. يبقى دي تصنيف الايه الخطوط. يبقى نيجي بقى من الكلام اللي انا قلته ده، انا كتبته هنا في الشريحه ديت السيورج سيستم كومبوننت، مكونات نظام تجميع المجاري. اول حاجه الجرافيت كوليكشن سيستم اللي هو نظام تجميع المياه بالجاذبيه. خلي بالك احنا قلنا بقى النظام الموجود في مصر اللي هو الجرافيت كوليكشن سيستم، نظام تجميع مياه الصرف اندر جرافيتي او بالجاذبيه الارضيه. يعني المياه بتمشي بالميل، بنعمل مواسير بميل والميه تمشي فيه. وده بيشمل الانسبكشن شامبر اللي هي غرف التفتيش، المانهولز، والسيورز اللي هي المواسير. تاني حاجه الويست ووتر بامب ستيشن اللي هي محطه ضخ مياه الصرف، ودي اللي هي بتتكون من البامب والمحابس، الفالفز والسكشن بايب والدليفري بايب والصرف جيج اللي هي عدادات القياس. واحنا شرحنا شكل البامب ستيشن في تاني او تالت محاضره. الفورس مين او الريزنج مين اللي هو خط الطرد اللي بينقل بقى من محطه الضخ الى محطه المعالجه لمحطه ثانيه. يبقى احنا الجزء بتاع نظام تجميع مياه المجاري بيتكون من الثلاث حاجات دول، هناخد تصميمهم وازاي نصمم شبكه المجاري واشكال المطابق وهكذا. طيب يبقى ده الجزء بتاع الصرف اللي احنا هندرسه، في مكون من الثلاث اجزاء دي. التايب اوف سيورز، انواع المواسير. زي ما شرحنا قلنا المواسير البيلدنج او الهاوس كونكشن وصله منزليه بتنقل من الاسبكشن شامبر اللي هي غرفه التفتيش للمانهولز. الليترال او البرانش اللي هي الفرعيه اللي بتنقل ايه اللي هي في الشوارع الفرعيه. المين سيورز اللي هي في الشوارع الرئيسيه اللي متوصل عليها كذا ماسوره فرعيه. الترانك او الانترسبتور اللي هي المواسير الناقله للميه اللي هي بتنقل الميه من حي كامل الى محطه الرفع. لو شفنا في الكذا رسمه دول يعني مثال توضيحي زي ما بنتكلم، احنا بنقول مياه الصرف تمشي اندر جراف. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ ادي الماسوره زي ما احنا عاملينها اللي هي بنقول ادي السيور لاين، ادي الماسوره اللي هي موجوده في ايه الخط اللي في اسفل. الماسوره دي ماشيه بميل اس عشان الميه تمشي من تنتقل من جزء لجزء، بنميل الماسوره بميل مقداره اس، فالميه هتمشي من الاعلى من العالي للواطي. طيب
على مسافات بنعمل حاجة اللي هي قلنا عليها على خط المواسير اللي هي المان هولز اللي هي المطابق، وهنقول وظيفتها وشكلها والكلام ده. مبدئيا احنا مواسير الصرف زي ما انتم عارفين بتنقل مخلفات المنازل، مخلفات المصانع، فبتبقى المية فيها جميع المخلفات اللي ممكن تتخيلها او لا تتخيلها، ممكن من مخلفات دايبة، مخلفات صلبة، قماش، شعر، كسر بيض، إزاز، أي مخلفات الناس بترمي في المجال. طيب لو عملنا كعان زي شبكة المية ومشتركات والكلام ده، طب الخط المجاري ده كده كده أكيد احنا عارفينه هنسد، طب هنسلكه إزاي؟ فما ينفعش إن أنا أعمل كعان ومشتركات والكلام ده ومحابس والكلام ده، لأ لازم أنا أعمل نظام إن أنا أعمل صيانة للخط، إن أنا عارف إن المخلفات دي هتسد الخط، فلازم أنا أعمل نظام بحيث إن أنا كل فترة يعني أنا شغال على طول أعمل صيانة وتسليك وتنظيف للخط. فبالتالي يبقى المانهولز ده الوظيفة بتاعته إن هو بيعمل لي الكلام ده. يبقى بنشيل الغطا، ينزل العامل لو يمشي عنده مثلا بيمشي سيخ من منهول للمنهول، يربط فيه سداده او حاجه تسحب الميه، تسحب المخلفات ويجمعها، او في عندي مكنه عربيه مجهزه بتقف على المنهولز وتبدا تمد عندها واير بلاستيك تمده وخراطيم ميه باندر بريشر والكلام ده، تمشي من منهول لمنهول تعمل عمليه تنظيف للمخلفات وازالتها. طيب يبقى احنا في الصوره اللي فوق ديت خط المجاري، انا عندي الارض مايله، بنعمل المواسير مايله طبعا مع الارض، مع اتجاه ميل الارض عشان نقلل عمق الحفر، والمواسير بتبقى مايله بميل مقداره اس، وعلى مسافات محدده موجوده المنهولز دي عشان عمليه الصيانه والتنظيف بتاع خط المجاري. طيب البامب ستيشن، يبقى انا النظام كله ادي لما نبص على الرسمه اللي تحت، انا عندي ادي النظام اللي هو الشبكات المواسير والمنهول بتتصل بالبامب ستيشن. البامب ستيشن دي بتبدا تضخ الميه بواسطه الفورس مين اللي هو خط الطرد الى الوست ووتر تريتمنت بلانت. يبقى ادي النظام بتاع تجميع مياه الصرف. في رسمه على الشمال كده فوق كلمه البامب ستيشن. طب انا لو عندي اضطريت في شارع، انا بخدم شارع فرعي منسوبه جوه واطي ومنسوب بره عالي، بس ملهوش الا مخرج اللي هو من ناحيه الجزء العالي، برضه بمشي بالميل. في الحاله دي مشيت عكس سطح الارض عشان ايه ابدا انقل الميه واجمعها من الجزء الايه من انقلها من اخر الشارع الى الخط الرئيسي الموجود عليه، وبرضه في كل مسافه موجود منهول. طيب الطيب في سيورج او ويست ووتر كوليكشن سيستم، نظام بقى تجميع مياه الصرف له كذا نوع. يعني احنا عارفين هنا احنا في مصر عندنا كميات الامطار كميات قليله، يعني مثلا بتمطر مره باثنين ثلاثه في السنه، كميه المطر يعني خمس دقائق كذا ملي، فكميه صغيره. طب في بعض البلدان عنده المطر ده مثلا بيجي في فصل كامل بيبدا الامطار شغاله، كل يوم تمطر ساعه ساعتين، ممكن تقعد يوم كامل تمطر، فبيبقى عنده كميه ميه بتاعت امطار كبيره. طيب بيبقى عندي حلين، لو كميه المياه الامطار صغيره زي مصر كده بنعمل نظام مشترك، يعني نظام المجاري مواسير مجاري بتجمع مياه الصرف، ولما تمطر بعمل كاتش باسين اللي هي غرف تجميع مياه امطار، وتجمع مياه الامطار وتوديها لنظام الصرف وخلاص ونتخلص منه. طب في البلاد اللي فيها كميه امطار كبيره، طب ما انا عندي مياه الامطار دي ميه يعتبر نوعا ما ميه نقيه، ممكن استخدمها في الزراعه في الشرب في حاجات كتير، وبعدين لما انقل كميه كبيره جدا اوديها لمحطه معالجه، طب ما انا يعني هيبقى حمل كبير قوي على محطه المعالجه. فقلنا فبيتعمل لها نظام تجميع خاص بيها. فيبقى انظمه تجميع مياه الصرف
بتعتمد كذا نظام. اول حاجه الكومباين سيورج سيستم، وده النظام بيجمع مياه الصرف، سواء مياه صرف منزليه صناعيه تجاريه اي مياه صرف، بالاضافه الى الستورم ووتر اللي هي مياه الامطار، وده بيستخدم في البلدان او اللي هي بيبقى فيها كميه المياه الامطار قليله جدا. فبالتالي احنا ساعه ما يحصل مطر ناخد مياه المطر ونجمعها بواسطه غرف تجميع مياه الامطار ونوديها للايه؟ لشبكه الصرف. فديت اللي هو النظام المشترك. زي ما انتم شايفين هنا في الرسمه اللي تحت على اليمين، ادي مثلا المنزل، المنزل موصل على المانهولز، ودي في الشارع الستريت مكتوب حاجه اسمها كاتش باسين اللي هي غرفه تجميع مياه الامطار، بتبقى موجوده في الشوارع. وانت هتلاحظ ان هم في السنين اللي فاتوا بعد موجة المطر الشديدة اللي حصلت من سنتين، وكان في موجة من حوالي 3 سنين، تم عمل غرف تجميع مياه الامطار في جميع الشوارع وتوصيلها على شبكة الصرف. يعني في طنطا مثلا كل الشوارع عملوا فيها غرف تجميع مياه الامطار وكلها مسدودة وما بتجمعش مياه امطار، لكن هنقول انها شغالة، فهي في حالة سقوط أمطار الغرف دي بتجمع مية المطر وتوديها لشبكة المجد. مية المطر يا دكتور بتتجمع على الطريق في الكسرات اللي موجودة فيه للأسف، أصلا مفيش ميول إن هي تجمع مية المطر للأسف. احنا كان حصل موجة أمطار مش اللي هي السنة اللي فاتت، لا قبلها من حوالي 3 سنين، فالدنيا غرقت وطنطا غرقت ومصر كلها واسكندريه ومصر كلها والتجمع والكلام ده كله غير. فاتصرفت فلوس كتيره ان احنا نعمل غرف امطار، فالمفروض غرف الامطار ديت لها مواصفات تجميع، بنحطها في الاوطى مناطق في الشوارع، بنعمل ميول الرصف بحيث انها تكون بميل يودي الميه على غرفه تجميع مياه الامطار. غرفه مياه الامطار بيبقى لها نظام بحيث انها لو في حتى اي اتربه او رمال نزلت بتبقى تحت منسوب الماسورة، وكل مع السيارة الدورية بيتم إزالتها والمية بتيجي فيها تنزل لشبكة الصرف. عملنا الغرف ديت والمية راحت شبكة الصرف، طلعت شبكة الصرف لا تحتمل مياه الأمطار. فبقى يحصل إيه؟ ويمكن حد منكم من طنطا شاف الكلام ده، إن المية ساعة المطر كانت بتطلع من بعض المطابق في بعض الشوارع. يعني إيه؟ تبص تلاقي ان مطابق الميه الصرف بتاع بقت هي مصدر في الشوارع الواطيه شويه، بقت الميه تطلع تخرج منها في الشوارع. فالنظام ده يعني لو متصمم صح يبقى انه متصمم انه ياخد كميه المطر بالاضافه لكميه الصرف، وتكون محطات البمب ستيشن قدرتها كافيه انها تسحب الاثنين مع بعض، وده هنقوله في التصرفات التصميميه. يبقى الرسمتين دول مبينين حجم ايه؟ ادي الكاتش اللي على الشمال برضه عند حافه الرصيف، غرفه تجميع الامطار وغرفه الانسبكشن شامبر جنب المنزل، الاثنين مودين على السيور اللي هي الكومبايند سيور. النظام الثاني اللي هو السيبريت سيورج سيستم، هو نظام بقى منفصل، وزي ما قلنا النظام المنفصل ده بنعمله في البلدان اللي بيبقى فيها كميات امطار كبيره. فانا عندي مثلا هنا فبيبقى الشارع فيه ماسورتين، الماسوره الاولانيه اللي هي السانيتري سيور سيستم اللي هي ماسوره تجميع مياه الصرف، ودي بتجمع مياه الصرف بقى سواء منزليه تجاريه صناعيه فقط. النظام وموجود ماسوره ثانيه بنسميها الستورم ووتر سيستم، نظام تجميع مياه الامطار. يبقى الاثنين بيبقى فيه ماسورتين في الشارع، ماسوره بتجمع مياه الصرف وماسوره بتجمع مياه الامطار. وده ليه بقى؟ انا باخد مياه الامطار اوديها على بحيره او على ترعه واستخدمها في الري، استخدمها في الشرب وما فيش فيها مشكله. هنبص برضو الرسمه بتاعتها، الرسمه الموجوده هنا على الشمال، ادي مثلا المنزل الخط المواسير بتاعه رايح على اللي هو الاحمر ده خط الصرف، جنب المنهولز بتاع الصرف في منهولز تاني موجود الستورم ووتر لتجميع مياه الامطار متصل بالكاتش باسين اللي هو غرفه تجميع مياه الامطار. يبقى الشارع موجود فيه خطين صرف
واحد لمياه الصرف واحد لمياه الايه الامطار. والرسمه اللي على اليمين دي يعني بتوضح شويه. طيب عاوزين نقارن ما بين بقى ايه كومباريشن بتوين كومبايند سيستم والسيبريت سيستم. كومبايند سيستم والسيبريت سيستم. الكومبايند سيستم بيبقى فيه سمول كوانتيتي فريم كميه مياه امطار صغيره. السيبريت سيستم لا، لما يبقى فيه لارج بنستخدمه عند لما يبقى فيه لارج كوانتيتي اوف رين كميات كبيره من الايه الامطار. الكومبايند سيستم برضو لو عندي شوارع ضيقه ما ينفعش اعمل فيها خطين صرف، فبالتالي يبقى انا مضطر ان انا اعمله في الشوارع الايه النار اللي هي الضيقه، السيباريت في الشوارع اللي هي العريضه. الكومبايند سيستم لما تكون الارض يعني تقريبا فلات يعني مستويه، لكن لو الارض مايله قوي وفيها والكلام ده فالافضل ان انا اعمل الايه السيباريت اللي هو خطين. الكومبايند سيستم بيبقى مياه المجاري بتاعته كونسنتريتد، يعني ايه مركزه، فمياه الامطار بتعمل لها تخفيف بيبقى كويس لمحطات المعالجه. السيبريت سيستم بيبقى فيه مكان للتخلص من مياه الامطار قريب، يعني انا مثلا عندي هجمع مياه الامطار طب اوديها فين؟ لو انا ما فيش مكان يبقى اوديها محطه المجاري بقى، ولا لكن لو في مكان ان انا اتخلص منها او استخدمها قليل فبيبقى افضل. يبقى دي المقارنه. دلوقتي بقى عاوزين نبدا نعمل مشروع تجميع المياه الصرف، يبقى في مجموعه دراسات لازم نعملها. البري ماينر ستادي نيدد فور ديزاين اوف سيويج كولكشن سيستم، هي نفس البرايمر ستادي اللي احنا اتكلمنا عنها في الجزء بتاع المياه، بس في تفصيل في بعض الحاجات بنحتاجها. اول حاجه زي ما قلنا في المياه الكونتور ماب واللونجيتي البروفيل اللي هي خرائط كونتوريه وقطاعات طوليه للشوارع. جيوتكنيكال انفستيجيشن دراسات نوع التربه، يبقى التايب اوف سويل، لان قلنا هيتم حفر في التربه وهنعمل سند الجوانب الحفر والطريقه المناسبه للحفر وحاجات زي كده. هيدرولوجيكال انفستيجيشن دراسات هيدرولوجيه اللي هي للووتر تيبل للمياه الجوفيه، يعني بقى لازم نعمل دراسات نشوف المياه الجوفيه منسوبه ايه. مترولوجيكال داتا دراسات المناخ ومعدلات سقوط الامطار، يبقى لازم نعرف المنطقه اللي احنا بنعملها الشبكه ديت كميه الامطار بتاعتها قد ايه في السنه وبتسقط في شهر ايه وهكذا. ديتيلد ماب اوف ذا اريا شورنج ستريت، عاوز بقى خرائط تفصيليه بتوضح الشوارع المباني مناسيب المباني وهكذا. ديتيلد كروس سيكشن فور ذا ستريت، مقاطع عرضيه للشوارع مبين فيها الخدمات الموجوده، يعني انا هعمل حاجه احفر شبكه مجاري في شارع يبقى لازم يكون عندي خريطه موضح فيها الخدمات الموجوده في الشارع، الميه، الصرف، لو في الغاز، الكهرباء وهكذا. الووتر سبلاي والكونسبشن معدلات استهلاك المياه. تصنيف بقى اعرف المناطق الصناعيه فين، المناطق التجاريه وهكذا، يبقى لازم يبقى عندي تحديد للمناطق الصناعيه والتجاريه والسكنيه. ايدنتيفيكيشن اوف كوليكشن بوينت، يعني نشوف مكان بقى يعني نقطه تجميع مياه الصرف، يعني انا هاجي اعمل لمدينه او قريه فبقول لهم انا عاوز مكان لمحطه الرفع، فبيعملوا ايه؟ بيقعدوا يدوروا لحد ما يلاقوا مكان فاضي، مكان فاضي سواء حكومي او مكان فاضي الاهالي بتتبرع وبتشتري. طيب ففي الاخر بيجي يقول لي ان انا عندي واحد اثنين ثلاثه، ثلاث اماكن متاحين ممكن نعمل فيهم محطه الرفع. طب محطه المعالجه فين؟ برضو بيقول لي المكان المتاح واحد اثنين، في مكان او مكانين متاحين اختار منهم مكان. فعلى اساس الاماكن المتاحه دي ابدا اشتغل الشبكات، يبقى انا المفروض الشبكات دي بتجمع وتودي للبمب ستيشن، يبقى انا هبدا اقول ان الشبكات اتجاهها هتمشي في الاتجاه انها تروح للمكان البمب ستيشن اللي هو حدده. يبقى دي الايدنتيفيكيشن اوف كوليكشن بوينت.
البوبوليشن طبعا لازم نعمل دراسات سكانيه وتوزيعهم والكثافات والكلام ده عشان نشوف هنخدم قد ايه. الاكسبكتد ديفلوبمنت اوف ذا اريا اللي هو التطور يعني ايه المتوقع للمدينه، يعني يبقى لازم انا عندي ماستر بلان، مخطط عام كده واضح فيه الاستخدامات الحاليه والمستقبليه. يبقى دي الدراسات اللي احنا بنعملها عشان نعمل مشروع الصرف. طيب هنيجي بقى نعمل حاجه زي ما كنا في خط الميه، كنا بنعمل بلاننج تخطيط، يعني في المسقط الافقي شكل الشبكه هيبقى ايه. يبقى البلاننج اوف سيورج سيستم بيعتمد على مجموعه عوامل. اول حاجه يبقى انا لما اجي اخطط شبكه المواسير عشان احطها في البلان، بحط شبكه مواسير في البلان الاول، بعد كده ابدا اصمم الاقطار والاعماق وهكذا. طيب عشان اعمل البلان بتاع شبكه المواسير، ان انا في كل شارع فيه ماسوره والماسوره الفرعيه بتنقل لماسوره رئيسيه وهكذا. طب اتجاهات المياه بقى، ايه الشارع اللي هيبقى فيه ماسوره رئيسيه وايه الشارع اللي هيبقى فيه ماسوره فرعيه، والمياه هتمشي منين لفين، يعني ايه اللي هيحدد اتجاهات المياه. يبقى اول حاجه التايب اوف سيور سيستم، نوع شبكه المجاري، هل هي منفصله او ولا مشتركه، دي اول حاجه. الجنرال لي اوت يعني ايه الشوارع، خطوط الشوارع اللي انا هعملها في شوارع، والرايت اوف واي يعني حقوق ملكيتها. يبقى انا ما ينفعش مثلا مناطق خاصه او حته فاضيه دي ملكيه خاصه، ما ينفعش ان انا امشي فيها في خط مجاري. يبقى بنشوف حدود الشوارع اللي هنعمل فيها شبكه المجاري. التوبوغرافية المنطقة، المناطق يعني ايه، يعني المناطق المرتفعة والمنخفضة عشان احدد المية هتمشي من الاتجاه لأن اتجاه، يبقى هتمشي من الاتجاه المرتفع للاتجاه المنخفض. الهيدرولوجيا اللي هي ارتفاع المياه الجوفية، والجيولوجيا اللي هي نوع التربة. البوليتيكال باوندر اللي هي الحدود السياسية، يعني انا باجي مثلا في بعض القرى او في بعض المدن ساعات بتلاقي في قريتين دخلوا في بعض، ما يعني ما هي مش حدود سياسيه ما بين دول، وممكن ما بين دول، بس احنا بنتكلم هنا ما بين القرى مثلا. فتبص تلاقي مثلا ايه، يقول لك دي قريه كذا ودي قريه كذا، انت لما تيجي تلاقيهم بتلاقيهم كتله واحده، وانت المشروع جاي لقريه زد وجنبها قريه اكس، فما ينفعش ان انا اعمل حاجه في قريه اكس، فلازم انا اعرف حدود قريه زد بحيث هي دي اللي هخدمها، اللي جاي لها التمويل، دي تبع وحده محليه كذا ودي تبع وحده محليه، دي تبع مدينه كذا ودي مدينه كذا. دي في بعض الحالات في قرى هتبص تلاقي قريتين مع بعض كتله واحده، بس هتلاقي يقول لك دي قريه كذا تبع محافظه الشرقيه ودي قريه كذا تبع محافظه الدقهليه، والاثنين جنب بعض ما تقدرش تفرق فيهم ايه. بس انت جاي لك مشروع بقى تبع شركة المية بتاع الشرقية، فما ينفعش اروح اعمل ازود خط كده في شارع والشارع ده يطلع تبع الدقهلية، يبقى دي في مشكلة والمحافظ يتحاسب والشركة تتحاسب، وتبقى ازاي تهدر اموال محافظة الشرقية. فدي البوليتيكال باوندر. اللوكيشن والنيتشر اوف تريتمنت اند ديسبوزال، يعني انا مكان محطه برضه اللي بيحدد التخطيط، مكان محطه المعالجه ونوع المعالجه، وانا هستخدم الميه في ايه. يبقى دي العوامل اللي بتاثر على شكل شبكه او البلان بتاع شبكه الصرف. طيب عندي مجموعه اشكال كده هنقولهم بسرعه لتخطيط مياه الصرف. اول حاجه النظام الريدير سيستم. الريدير سيستم ده عباره الاقي زي ما احنا شايفين كده في الرسمه الموجوده ان خطوط الكونتور دائريه. معنى كده ايه؟ معنى ان الكتله السكنيه دي يا اما هتبقى على تل يبقى مرتفعه ونازله بالحضار،
او الكتله السكنيه دي تبقى منخفضه، يبقى نازله من بانحدار من الخارج للداخل، يا اما يبقى بقى معنى خطوط الكونتور دائريه، يا اما يبقى الوسط ده عالي والحدود بتاعه المنطقه منخفضه، او الوسط منخفض والحدود عاليه. فبالتالي بنعمل ايه؟ الخطوط بتمشي مع خطوط الكونتور عموديه عليها، فلو هي مثلا تل مرتفع تبدا تخرج للخارج ويتم عمل محطه الرفع في المناطق المنخفضه. طب لو هي منخفضه في المنتصف بنعمل محطه الطرد، محطه الرفع بتبقى في المنتصف في الجزء المنخفض، ونجمع الباقي من العالي على المنخفض، يبقى ده اللي هو الريديار سيستم. تاني حاجة عندي الهوريزونتال سيستم، يبقى تقريبا النظام الأفقي، عندي مثلا الأرض بتميل في اتجاه واحد، ما هياش تل بقى حتة عالية أو حتة منخفضة، لا أنا خط الكونتور خط أفقي، فبالتالي بيبقى الميل في اتجاه واحد. فبنعمل التجميع بيبقى برضو عمودي على اتجاه الكونتور، بيمشي من الاتجاه العالي للاتجاه المنخفض. لو وصلنا لمجموعة شوارع بنعمل خط رئيسي يجمع مجموعة الشوارع دي ويمشي لحد محطة الرفع. هنشوفهم هنا، ده رسمة يعني أبسط بتوضح الكلام. الريدر سيستم زي ما احنا شايفين اللي على الشمال، أنا عندي خط كونتور 12 10 8 6 4، يعني في النص مرتفع، وكل ما بنخرج لبره الارض بتنخفض، يبقى ده تل. ايه اللي هيحصل؟ ادي الخطوط اهي بالاسهم خارجه لبره، يبقى عندي الخط الرئيسي اهو اللي هو عليه سهم رايح لبمب ستيشن في المنطقه المنخفضه، ونوصل على الخط الرئيسي ده الخطوط الفرعيه. طب لو هو العكس، هنبص نلاقي اللي هو على اليمين انا عندي 4 6 8 10، فنبص نلاقي اللي هيحصل ايه؟ ان انا عندي الخطوط بقت بتيجي اتجاه السهم داخل على المنخفض، بنجمع هنا بامب ستيشن، وبعدين يطلع منها خط اللي هو بالسهم ده يروح لمحط المعدل. بالنسبه للهوريزونتال زي ما قلنا خطوط الكونتور اللي هي الافقيه الميل في اتجاه واحد، فهنمشي مثلا دي عندي برضو 10 8 6 4، هنمشي من الاتجاه المرتفع للاتجاه المنخفض زي ما احنا شايفين الخط اللي هو بسهم، وبعدين يجمع خط واحد رئيسي على البامب ستيشن، ده الهوريزونتال سيستم. عندي الفلات سيستم اللي هو النظام الافقي، يعني الارض تقريبا بتبقى ميولها خفيفه او ما فيش فيها ميول واضحه، يعني الارض مستويه. ففي الحاله دي بنقسم المنطقه لمجموعه، يعني المدينه لمجموعه مناطق، وكل منطقه نبدا نمشي الخطوط في الاتجاه المحطات الرف، خطوط فرعيه تجمع على خطوط راسيه وهكذا. يبقى ده اللي هو المناطق اللي هو الارض اللي هي الفلات. هنيجي بقى نتكلم على المانهولز اللي هي المطابق، والاول انسبكشن شامبر اللي هي غرف التفتيش. المانهول زي ما قلنا هي جزء اساسي من شبكه تجميع مياه المجاري. ليه؟ لانها بتديني امكانيه ان انا اعمل فحص اللي هي الانسبكشن، اعمل مينتنس صيانه، اعمل ريبير لشبكه المجاري، وكليننج تنظيف لها. يبقى المطابق دي موجوده اساسا مكون اساسي من شبكه الصرف لعمل عمليه الصيانه والتنظيف والفحص والريبير اللي هي الاصلاح لشبكه المجاري. وبرضو في حاجه ثانيه، وان عمليه التهويه لمياه المجاري، مياه المجاري بيبقى فيها بكتيريا المفروض ان انا بعالجها في محطه معالجه هوائيه. طب لو انا المياه دي بقت في صوره لا هوائيه، ما حصلهاش تهويه، هتنمو البكتيريا اللاهوائيه. البكتيريا اللاهوائيه ينتج عنها غاز الميثان وغاز كبريتيك الهيدروجين. غاز الميثان ده غاز قابل الاحتراق، وكبريتيد الهيدروجين ده غاز خانق له رائحه نفاذه وغير يعني اللي هي ريحه مياه المجاري. طيب عشان ما يبقاش فيه ريحه لمياه المجاري وما يبقاش فيه قابليه للاشتعال، يبقى لازم نعمل المانهولز دي تبقى وظيفتها عمليه تهويه
للشبكة. دي من ضمن الوظائف. أنا كاتب لك الكلام ده بالعربي. المطابق دي بتتصنع من الخرسانة، سواء الخرسانة دي إما نصبها في الموقع على أبوها زي ما بيقول، أو إن إحنا بتبقى سابقة التجهيز وبنجيبها، أو سابقة الصب ونجيبها ونركبها مكانها. يبقى المانهولز ديت بتنشأ من الخرسانة، يا إما تصب في الموقع يا إما تكون سابقة مسبقة الصب وبالتراك. طب المطابق دي بتكون يا إما دائرية، وده 90% من المطابق، لأن المطابق الدائرية بيبقى لها ميزة إنها مش عاوزة تسليح، شغلها صبها أسهل، صيانتها والكلام ده أسهل، أو تكون القطاع بتاعها مربع أو مستطيل. وهنقول السبب ليه دلوقتي. يبقى أنا عندي المانهولز زي في الرسمة الموجودة على اليمين، إما تبقى سيركلر اللي هو القطاع بتاع المانهولز دائري، أو سكوير. وسكوير ده بيستخدم في حالة الأقطار الكبيرة. القطر بتاع المانهولز إذا كان العمق الحفر أقل من 1.2 فبيسمى غرفة تفتيش، ويبقى القطر بتاعه 6 × 60 سم. إذا كان عمق الحفر من 1.2 ل 2.5 متر بيبقى قطر المانهولز الدائري 1 متر. إذا كان عمق الحفر أزيد من 2.5 متر فبيبقى القطر الداخلي للمانهولز 1.2 متر. طيب الدائري ده سهل في التنفيذ، ونشوف الصورة الموجودة دي قطاع في المانهولز زي ما انتم شايفين قطاع دائري للمانهولز. طيب هنبص لان القطاع فوق أضيق من القطاع تحت، لان القطاع فوق بيبقى على مقاس اللي هو الغطاء، والغطاء بيبقى حوالي 70 سنتي عشان يسمح بنزول العامل، لكن تحت بنزود القطر عشان العامل يقدر يتحرك ويقدر يعمل عملية الصيانة. ماسورة الصرف هي موجودة تحت في أوطى نقطة. القاع بتاع المانهولز احنا مشكلينه على شكل ماسورة نص ماسورة، بحيث ان ايه المية بتمشي في المجرى اللي هي قدام الماسورة دي. طيب لو احنا قلنا زي ما قلنا اكبر قطر داخلي 1.2 متر. طيب لو انا عندي ماسوره قطرها كبير وحطيناها في المانهولز، هنقول مثلا ماسوره قطرها متر ونوصلها في المانهولز اللي هو الدائري ده اللي هو قطره 1.2، هينفع؟ هنلاقي لا مش هينفع، لان مش هنعرف ايه نركب الماسوره دي. ففي الحاله دي بنعمل القطاع بتاع المانهول مربع. يبقى المربع زي ما احنا شايفين الرسمه اللي هي ديت، بيبقى الماسورة قطرها فاي، بناخد جنبها من اليمين فاي على 2 ومن الشمال فاي على 2، يبقى القطر بتاع طول ضلع المربع ده عبارة عن 2 فاي. طب بنستخدم المربع وقت ايه؟ اذا كانت فاي اكبر من او يساوي 500 ملي. يبقى انا لو بستخدم مواسير صرف قطرها 500 او اكبر بنعمل القطاع بتاع المانهولز مربع. لكن الدائري طبعا اوفر واسهل في التنفيذ، لان بعمل فورمه دائريه واصب المانهولز كذا حطه فبيبقى سهل. لكن المربع ده لازم بيتعمل له فورمه خشبيه ونقعد نراه، وممكن يحتاج تسليح عشان الغطاء نركب الغطاء اللي فيه، يبقى السقف بتاعه لازم يبقى فيه حديد تسليح. لكن الدائري بنعمل الميل اللي هو موجود ده بحيث ان احنا نركب الغطاء ومفيش اي تسليح في الايه في المانهولز. طب عاوزين نشوف الرسمه بتاع المانهولز. ادي انا جايب رسمتين اهم للمانهولز. الرسمه اللي على اليمين ادي الحوائط خرسانه، وادي الميل اللي هو احنا بنقول عليه عشان نركب الغطاء فوق، الغطاء من الحديد الزهر، يعني وزنه كحديد بيصل الى 285 كيلو جرام عشان ايه السرقه، ما حدش يعرف يشيله ويسرقه. هنلاقي ان القطر في الشمال مثلا، ادي القطر اهو بتاع المنهول من 1 ل 1.2،
العمق بقى حسب عمق الحفر. وادي الماسوره، انا عندي هنبص نلاقي مثلا ادي الماسوره اللي هي الدايره اللي موجوده ديت، ممكن المانهولز يبقى واصل فيه المواسير في اتجاهين، وبنعمل مجرى في قاع المانهولز زي ما هو متشكل في البلان ده، وفي رسمه اهي فعليه المانهولز تشكيله المجرى اللي هي في القاع. هنبص نلاقي ادي المواسير ومنشكل قاع المانهولز بمجرى كده بحيث ان الميه تدخل وتخرج في المجرى دي. والرسمه برضو اللي على الشمال تحت ديت مبينه شكل الغطاء اللي احنا بنشوفه في الشارع اللي هو الغطاء الزهر. يبقى ده بنسميه ده شكل الايه المانهولز. بيجي عندنا حاجه اسمها دروب مانهولز اللي هو مطبق سقوط، او مطبق في بعض الناس اللي شغالين في الصرف بيسميه مطبق هضاب. لما يكون انا موصل خط فرعي على خط رئيسي، طب انا الشارع الفرعي ده انا دايما ببدا على عمق 1.2 متر وامشي بميل، يعني اي شارع اي خط مواسير ببداه بواحد متر او 1.2 متر وامشي بالميل. طب انا الخط الفرعي ده في شارع فرعي مش على الرئيسي، الرئيسي بادئ من اول بلد وقبل كده كان ماشي كيلو ولا كذا، فعمق الرئيسي 1.2 متر والفرعي وصل مثلا او الرئيسي مثلا 2.5 متر والفرعي على ما وصل هنا كان 1.5 متر، فلقيت في فرق متر. في الحاله دي لو الميه دخلت على طول هيحصل سقوط للميه داخل الهضاب، فهيعمل عمليه نحر للقاع الهضاب مع استمرار بقى الميه. فاحنا بنعمل حاجه اسمها هضار او مطبق سقوط. طب نيجي الماسوره اللي هي جايه في الرسمه اللي هي على اليمين ديت، ادي الماسوره اللي داخله بنروح مركبين فيها سدادة عشان السداده دي وقت ما نيجي ننظف بنشيلها وننظف، ونروح عاملين ماسوره تانية نازله لتحت كوع كده، والماسوره تنزل لاسفل بماسوره وبعدين كوع وتيجي على قاع الايه المطبخ، فبالتالي الميه هتنزل في الماسوره مش هيحصل عمليه نحر. برضو في الرسمة اللي موجودة على الشمال اللي هي في النص، أو الرسمة الموجودة في النص هنلاقي نفس أدي الماسورة جاية، نروح عاملين مشترك وماسورة تنزل لتحت وكوع وتنزل على قاع الهضاب. طب وفوق بنسدها بسدادة. طب بنسدها ليه؟ عشان ما فيش مية تسقط من المنسوب العالي على قاع الهضاب تعمل له عملية نحر وتآكل. وتاني حاجة عشان لما نعمل عملية تسليك بقى هنسلك من المنهول ده المنهول اللي بعده، يبقى بنمشي اللي هي العصاية بتاعة التسليك أو الواير بتاع التسليك في الماسورة من أعلى. يبقى ده مطبق الهبوط، وبيستخدم إذا كانت المسافة بين الماسورة الداخلة والخارجة تزيد عن 1 متر. أماكن المطاط، يبقى المطابق قلنا الغرض بتاعها عملية الصيانة والتنظيف والتهوية لشبكة المجال. أول حاجة في فبنعملها عند أي تغير في الشبكة، لأن احنا هنا الشبكة ما يقدرش نركب فيها قطع خاصة زي الكعان والمشتركات والكلام ده. نتيجة وجود مخلفات في مياه الصرف هتسد الشبكة، فبالتالي عند أي تغير بنعمل بنركب مطبق. فأول مكان اتشينج ان سلوب، لو حصل تغير في ميل الماسورة بنروح حاطين مانهولز. اتشينج ان دايركشن، لو حصل تغير في اتجاه الماسورة ماشية في شارع وبعدين الشارع ده اتجه يمين أو شمال، في النقطة دي بنحط الإيه مانهول. at intersection of sewer، عند تقاطع شبكات المجاري، يعني لو في خط ماشي وفي خط تاني ده هيدخل عليه فبنروح حاطين منهول. at change in diameter، لو انا عندي القطر بتاع الماسوره مثلا 200 وبعد وهيبدا يتغير يبقى 250، يبقى في نقطه تغير الدايمتر ديت احط منهول. in case of steep slope، في حاله الميل الشديد او في حاله change of level، تغير المنسوب زي ما قلنا ان حصل ميل في الارض، في الارض ماشيه بميل كبير فالخط بيمشي بميل، هنلاقي انه يقرب من سطح الارض فنروح منزلينه، فنعمل في الحاله ديت ايه
منهوز. وطبعا الستة دي كان المفروض تبقى رقم واحد، هي ات ستارت اوف زيرو في بداية الايه شبكة المياه. طب في الأماكن ديت لو ما حصلش التغيرات دي، لأن أنا عامل خط ترانك أو انترسبتور بينقل من منطقة إلى منطقة ومفيش أي تغير، شارع مستقيم ماشي كيلو أو 2 كيلو، طب هينفع إن أنا أعمل الخط بدون أي منهور؟ ما عنديش أي سبب اتغير أي تغيير إن أنا أحط منهور، لا نقول على مسافات محددة حسب قطر الخط عشان لما نيجي نعمل صيانة وتنظيف للخط يبقى نقدر نعمله، يبقى المسافات دي حسب قطر الخط. يبقى لو ما فيش اي مدعاة للتغيير موجودة، لا على مسافة محددة لازم نحط منهول عشان نقدر نعمل صيانة للخط. يبقى الجدول الموجود ده حسب القطر، يبقى القطر 200 مللي هيبقى نحط المنهول على مسافة اقصى مسافة 30، من 200 ل 340 وهكذا لحد 1250. طب لو عندي خطوط كبيرة بقى قطرها أكبر من يعني من 1200 ل 1000 ل 3000 على 150، طب لو القطر زاد عن 3000 يبقى في معادلة كده بسيطة، يبقى المنهول ديستانس بتساوي الفايب الملي، هنقول مثلا 3000 على 10 يبقى 300 زائد 10 يبقى 310 ملي، يبقى إيه من عن طريق ال المعادلة ديت نقدر نحدد الـ ايه الـ distance. بعد كده هنتكلم على عمق الحفر. يبقى دلوقتي لما نشوف في الماسورة اللي هي موجودة دلوقتي، الرسمة الموجودة هذه الماسورة المجاري، الماسورة دايما بنقول لها الكراون ريفل، الكراون ريفل هو منسوب أعلى نقطة في الماسورة، والإنفلت ريفل هو منسوب قاع الماسورة. يبقى الماسورة بتحدد بإيه منسوب إيه؟ منسوب القاع ومنسوب الإيه؟ أعلى نقطة. عمق الحفر ده بيبقى الكفر بيبقى فوق الكراون، فوق أعلى نقطة اللي هو الكراون. الماسورة دي بيتم وضع الماسورة أسفل سطح الأرض ويبقى فوقها كفر، الكفر ده بيبقى من متر لمتر ونص. عمق الحفر المفروض لا مثلا ما يزيدش عن 6 متر، احنا بنقول ممكن يوصل 7 متر. طيب ايه العوامل اللي بتأثر على عمق المواسير؟ أول حاجة السيلف كلين فلوستي، يعني لازم الماسورة تمشي بحيث إن المياه اللي تمشي فيها تمشي بالسرعة أقل سرعة منظفة اللي هي على أقل ميل، مينيمم كفر، يعني ما يعني مش ما يجيش واحد مثلا يقول لك يفرح يقول لك ده أنا هحط الماسورة في البداية 2 متر، طب ما ده هيديني أعماق كبيرة وتكلفة عالية في الحفر، فبنحاول نحط الماسورة إنها تمشي على أقل عمق. تاني حاجة تمشي بأقل ميل، يعني إيه بأقل سرعة، يعني السرعة اللي هي سرعة التنظيف اللي هي 6 من 10. طب سرعة الكليننج دي بتيجي وقت إيه؟ لما أنا أعمل أمشي الماسورة بأقل ميل. تاني حاجة تكون عمق الماسورة require depth to drain property surface، يعني إيه الماسورة؟ يعني أنا عندي الخدمات الموجودة والكلام ده لها عمق، ما ينفعش احط الماسورة اعلى منها، يبقى لازم تكون الماسورة اوطى من الانسبكشن شامبر بتاع المنازل عشان تسحب الايه المية منها. تاني حاجة تكون على عمق كافي، ان عندي خطوط مية، خطوط تليفون، خطوط كهرباء، تكون ماسورة الصرف على عمق يعني اعمق منهم او ايه ما تتعارضش معاك. دي صورتين كده لعملية تنفيذ خط صرف. هنا مثلا بسند هو شغال في منطقة مكشوفة، فعامل شدة متحركة للسند جوانب الحفر، هو ما يهموش بقى ان الحفر ينهار او ما ينهارش، بس هو عاوز ايه وهو بيركب الماسورة الحفر ما ينهارش عليه، فعامل شدة متحركة ان هو شغال بيحط الشدة دي او الشدة دي بيشدها معاه ويركب الماسورة وبعد كده يرتب. لما نيجي بقى نصمم ديزاين اوف جرافيتي سيور اللي هي ديزاين بارامتر،
ايه هي العوامل اللي انا هاخدها في اعتباري عند تصميم خط الصرف؟ اول حاجه السيستم ماست درين اول بوينت اوف ذا كاتشمنت، يعني لازما يسحب كل الميه من الاماكن اللي بيجمعها، زي ما قلت لك لازم يكون منسوبه اقل من منسوب غرف التفتيش بتاع المنازل، من منسوب غرف تجميع مياه الامطار. بيجمع البيك ويت ويزر فلو كاباسيتي، يجمع اقصى تصرف ممكن يحصل، وده ايه مع التصرف مبتل اللي هو تصرف مياه الامطار. لازم اصمم الماسوره تبقى سيلف كليننج فلو فلوستي، يبقى اقل سرعه فيها اللي هي سرعه التنظيف الذاتي، تمشي جرافيتي فلو ات مينيمم سلوب، نمشيها باقل ميل عشان نقلل اعماق الحفر. يعني حضرتك تخيل مثلا لو انا ماشي بميل 5 في 1000، يبقى كل 1000 متر هنزل 5 متر. طيب لو يبدأ يعني عشان امشي كيلو واحد هنزل 5 متر، طب لو انا الميل بتاعي 1 في 1000، يبقى كل 1000 متر هنزل عمق الماسوره، تنزل هيزيد عمقها متر. فالافضل ان انا امشي على اقل ميل بحيث ما امشيش بايه؟ ما يبقاش اعماق الحفر كبيره والتكلفه كبيره. البريشر مين هو نيسيسري، يعني ايه؟ ان انا لما اوصل لاعماق كبيره ابدا اعمل محطه رفع وخط ضخ بيمشي تحت ضخ. هنيجي بقى الديزاين اوف ويست ووتر كولكشن سيستم، اللي هو تصميم شبكات تجميع مياه المجاري. ايه هي الخطوات بقى اللي انا هشتغل عليها؟ يعني هاجي اصمم مشروع صرف صحي، ايه الحاجات اللي همشي ازاي بقى؟ اول حاجه هنحدد الفتره الزمنيه للمشروع من 30 ل 50 سنه، زي ما احنا بنقول ان هي المرحله الاولى او مرحله ثانيه، بس مراحل شبكات الصرف ما فيهاش مراحل. ليه بقى؟ لان انا بقى بعمل شبكه مواسير بتخدم الفتره كلها، فالفتره الزمنيه باقصى يعني اللي احنا معتادين عليها اقصى فتره اللي هي 50 سنه. بنحدد التصرفات اليومية وتصرفات المدارس والمستشفيات والكلام، نحدد المناطق الصناعية، نحدد تصرف المياه الرشح، المياه اللي هي المياه الجوفية، نحدد تصرف مياه الأمطار، كمية الأمطار قد إيه، بعد كده بنحسب أقطار المواسير والميول ونرسم القطاعات بتاعتها، بنحدد نوع المواسير المستخدمة، وده اللي خدناه في أول محاضرة اللي هي البايب ماتيريال. ملحقات المواسير اللي هي نحدد بقى أماكن المطابق وغرف التفتيش، بنحدد أسس التصميم يعني السرعة في المواسير، التصرف الأقصى، التصرف الأدنى، المسافات بين المطابق، وإحنا اتكلمنا على المسافات بين المطابق وهنتكلم على الحاجات التانية دلوقتي. بنتكلم على أسس التصميم لمحطات الرفع وخطوط الطرد ونصممها، تحديد أنسب مكان لمحطة الرفع بيبقى فين، وبعدين يتم تحديد اقطار وميول الخطوط وعمل المواصفات الفنيه وجداول الكميات لشبكات الانحدار وملحقاتها ومحطات الرفع. يعني في الاخر خالص بنحط بقى المواصفات الفنيه اللي احنا عاوزينها للمقاول، بنعدي له جداول الكميات، نقول له قطر كذا عاوزين منه 1000 متر، قطر كذا 300 5000 متر، عندنا كذا مطبق 50 مطبق من عمق متر 2 متر او 2.5 متر، 100 مطبق من 2.5 ل 3، وهكذا. يبقى دي الايه الخطوات التصميم. بص يا دكتور، ايوه اللي بيتكلم لا دكتور، هناخد بقى الخطوات ديت. احنا خلاص يعني قدامنا 5 دقايق بالظبط في المحاضره، عشان الناس بس لو حد ايه يعني حس انه زهق. محاضره كبيره قوي يا دكتور. يا لا احنا حاولنا نلم، يعني هي المحاضره المفروض ساعتين يعني بس العادي. كبيره قوي كده النهارده قوي والله يا دكتور. ما انا بقول قدامنا 5 دقايق، انا قلت لك 5 دقايق عشان الناس ايه، مش هنقول حاجه جديده. الجزء اللي جاي ده احنا قلناه قبل كده. الديتيرمينيشن اوف بوبوليشن، هنحدد عدد السكان وطرق تحديد عدد السكان اتشرحت قبل كده. الديتيرمينيشن اوف افريج ووتر كونسبشن، التصرف المتوسط بتاع الميه،
اللي هو الكيو افريج بتساوي الووتر كونسبشن في البوبوليشن. قلنا الكلام صح. الديترمينيشن اوف افريج سيوج فلو، التصرف المتوسط لمياه الصرف. قلنا التصرف المتوسط لمياه الصرف بيساوي من 8 ل 9 من 10 لتصرف لاستهلاك الميه. يبقى كيو افريج 8 من 10 ل 9 من 10 كيو سمول افريج، ده لتر في اليوم. يبقى دي نقطه اساسيه عندنا، التصرف المتوسط لمياه الصرف بيساوي من 8 من 10 ل 9 من 10 متوسط استهلاك الفرد. يبقى كده حددنا التصرف المتوسط لمياه الصرف. هنحدد البيك والمينيمم فلو، اقصى واقل تصرف. الكلام ده كنا قلناه برضه في المحاضره الثانيه او الثالثه. الكي ماكسيمم معامل اقصى تصرف، انا عندي الكيو بيك بيساوي الكيو افريج في كي ماكسيمم. الكي ماكسيمم هو الماكسيمم اوف 18 زائد جذر بي على 4 زائد جذر بي، او 5 على بي اس سدس. يبقى بنحسب وناخد الاكبر. برضو هعيد، انا عندنا في المحاضره رقم 3 تقريبا احنا كنا مدين الكلام ده، بس كان في غلطه. كنا قلنا الكي ماكسيمم بتساوي 1 زائد 18 زائد جذر بي على 4 زائد جذر بي. لا، هنشيل الواحد، يبقى نرجع للاخر عشان ما يجيش واحد يقول انت بتهنى قبل كده كانت 1 زائد كذا. لا، هي على طول 18 زائد جذر بي على 4 زائد جذر بي. والكيو بيك هي الكيو افريج، هنضربها في الكيو ماكسيمم ليه دكتور؟ ايوه، ما كانش في الريتم بتاع 5 على بي اس سوس دوت في المحاضره الثانيه، نزوده في المحاضره الثانيه برضك؟ لا لا، ده هنزوده بقى، يعني ما كانش معطى في المحاضره اللي قبل كده. صح، تمام. احنا قلنا هناخد الاكبر من الماكسيمم اوف. المينيمم فلو هو كي مينيمم، ونضرب الكي مينيمم في كيو افريج يديني اقل تصرف. بس الكي مينيمم لو طلع اقل من نص بناخده نص. يبقى كده حسبنا كيو بيك وكيو مينيمم. طب عاوزين نحسب تصرف مياه الامطار، وده الجزء اللي هو الجديد. الكيو انفلتريشن تصرف، الانفلتريشن تصرف مياه الرشح. كيو انفلتريشن بيساوي الخط المجاري بقى بيجمع قد ايه؟ من 24 ل 95 متر مكعب لكل كيلو متر طولي من شبكه تجميع مياه الصرف في اليوم. يبقى انا لو عندي شبكه الصرف بقى متصممه وعاوز احسب كميات مياه الرشح اللي بتجمعها، فانا هشوف طولها واضربها بقى حاجه متوسطه، اقول مثلا 60 متر مكعب لكل كيلو في اليوم اجيب. طب ما فيش اي انفورميشن، ده انا لسه هصمم. فالمعتاد عندنا في التصميم بناخد كيو انفلتريشن بتساوي من 10 ل 20% كيو افريج. هنقول مثلا 15% من كيو افريج، يبقى دي التصرف مياه الايه؟ الرشح. ماشي كده؟ هنيجي بقى على الستورم ووتر اللي هو الرين فلو، تصرف مياه الامطار. كيو رين اللي هو تصرف مياه الامطار بيساوي السي في الاي في الاي. السي ده معامل بنسميه ران اوف فاكتور اللي هو معامل تجميع مياه الامطار. يعني ايه؟ لو عندي شارع مرصوف او شارع غير مرصوف، اذا كان الشارع مرصوف ايه اللي هيحصل؟ انه المياه المجاري هتتجمع وتروح لغرفه تجميع مياه الامطار. طب لو الشارع غير مرصوف اغلبيه المياه هتتسرب للمياه الجوفيه. فالسي ده يساوي 7.95 فور بيرد ستريت للشارع المرصوفه، يساوي 1.3 فول امبير ستريت للشارع غير المرصوف. الاي ده الانتنستي اوف رين، ملي متر في اليوم او ملي متر بالاور، وده بنجيبه من الارصاد. الاي الاريا سيرفت اللي هي مساحه القريه او المدينه اللي انا بحمل لها المشروع ده، وبالتالي حددنا مياه الامطار. طب الديزاين فلو ايه هو التصرف بقى اللي انا هصمم عليه شبكه المجاري؟ عندي حاجتين، حاجه اسمها دراي وويت ويزر فلو. دراي ان انا لو بصمم شبكه منفصله او منطقه ما فيش فيها امطار، يبقى الدراي ويزر ما باخدش مياه الامطار معايا في الاعتبار، او لا يوجد مياه امطار، او شبكه في امطار بس في شبكه لمياه الامطار وفي شبكه لمياه الصرف. ف
اللي هو الايه الشبكه المنفصله، يبقى مش هاخد الامطار معايا في الاعتبار في شبكه الصرف، يبقى كيو ماكسيمم وجنبه كده بنسميه دراي ويزر فلو بيساوي كي ماكسيمم كيو افريج اللي هو كيو بيك زائد كيو انفلتريشن اللي هو مياه الرش. الكيو مينيمم اقل حاجه اللي هي كي مينيمم في كيو افريج. الويت ويزر فلو لشبكه الكومبايند بقى اللي هي بتجمع مياه امطار وبتجمع مياه المجاري اللي احنا بنشتغل عليها في مصر، الكيو ماكسيمم ويت ويزر فلو ان انا واخد الامطار معايا في الايه في الحسبان هتساوي كيو ماكسيمم في الكافرج اللي هي الكيو بيك زائد الكيو رين زائد الكيو انفلتريشن. طب الكيو مينيمم ان انا برضو هاخد اقصى حاجه مو يعني او اقل حاجه اللي هي الكي مينيمم في الكيو افرج بس. يبقى دي ايه التصرفات التصميميه عندنا. يبقى دي عشان احسب اصمم ماسوره عاوز احسب التصرف التصميمي بتاعها. لو هي ماسوره منفصله شبكه تجميع منفصله ما فيهاش امطار يبقى او ما فيش امطار بنسميها دراري. لو فيها بتجمع مياه امطار بنسميها ويت ونزود تصرف تصميم الامطار على اقصى الصرف. الديزاين كريتيريا بقى اللي انا هصمم عليها السيور ادي التصرف. طب انا هصمم عاوز اعرف السرعات. السرعه اللي انا هصمم عليها من بوينت 75 ل 1.5 متر على الثانيه. يبقى هاخد اي قيمه هاخد 1 1 وربع واصمم شبكه الايه المجاري. طب السرعه المفروض انها ما تزيدش عن 2 يبقى اقل من او تساوي 2. ليه؟ لان السرعه العاليه هتعمل دامج للماسوره هتعمل كسر للماسوره هتعمل ضرر للماسوره فما نزودش عن 2. طب اقل حاجه كام اللي هي الفي مينيمم ما تقلش عن ايه. ساعات بنوصل احنا كنا بنقول 6 من 10 لكن احنا في الصرف بنتجاوز شويه لان كده كده بنسلك المواسير فبنقول انها من بوينت 45 لبوينت 5 متر على الثانيه. ليه؟ بحيث عشان برضو السرعه دي بنسميها ايه سرعه عدم الترسيب تو بريفنت سيتلنج اند سيور كولج اللي هو انسداد شبكات الايه المواسير. يبقى دي السرعه. السرعه ما تزيدش عن 2 وما تقلش عن بوينت 45 لكن انا بصمم في الرينج بوينت 75 ل 1.5. طب السيور ديبس عمق الايه المواسير زي ما في الرسمه اللي شرحناها قلنا المينيمم كفر الغطاء اللي هو فوق الكراون اللي هو اعلى نقطه في الماسوره بيبقى بيتراوح من 1 ل 1.2 متر. الماكسيمم اكسكفيشن اقصى عمق للحفر يجب ان لا يتعدى من 5 ل 7 متر بيعتمد على حاله التربه وحاله الشوارع. 3 المينيمم بايب دايمتر 200 ملي اقل قطر المواسير الصرف 200 ملي اللي هي 8 بوصة. يبقى اقل ماسوره للصرف نستخدمها اللي هي 8 بوصة اللي هي 200 ملي. المينيمم سلو اقل ميل يعني بالنسبه لشبكه تجميع مياه الصرف زي ما قلنا الافضل ان انا امشي باقل ميل. ليه؟ لان كل ما امشي باقل ميل هقلل عمق الحفر. طيب طب ما واحد يقول لي بقى طب ما انا امشي بميل مش 1 في الـ1000 امشي نص في الـ1000 1 من 10 في الـ1000. هقول له طب والسرعه في الماسوره هتبقى كام؟ ما انا عندي الميل في معادله مانينج اللي فيه بس واحد على انه في ار اس 2 في اس اس نص. كل ما اقلل الاس كل ما السرعه تقل فبالتالي انا اقل ميل اللي بيديني اقل سرعه اللي هي السيلف كليننج فلوستي سرعه التنظيف الذاتي او سرعه عدم الترسيب اللي هي ممكن توصل لبوينت 45. انا كاتبها انا 6 من 10 لان المعتاد 6 من 10. يبقى المينيمم سلوب هو اللي بيديني سيلف كليننج فلوستي اللي هي 6 من 10 متر على الثانيه. يبقى ده بنختاره بحيث ان يديني اقل سرعه او السرعه ما تقلش عن 6 من 10 متر على الثانيه. يبقى احنا كده خلصنا المحاضرة بتاع النهاردة. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على طريقة بقى تصميم المواسير هيدروليكيه. في حد له اي استفسار في المحاضرة؟ عايزين بس المحاضرة الجاية يا دكتور تبقى خفيفة كده يبقى ختمها مسك كده. احنا عاوزين محاضرة اضافية. ايه رأيك؟ لا ده كده حرام يا دكتور.
ربنا حرم صعب يا دكتور، علشان لسه في سكاشن كمان هتبقى إضافية، وحتى في سكاشن دلوقتي بتسجل وبتنزل لنا، فهو الوقت مضغوط معانا شوية يا دكتور. يعني الجزء ده يعني بالنسبة اللي هيشتغل في المجال ده مهم يعرفه، يعني سيبك من الامتحان، أنا ما بتكلمش على الامتحان، أنا بتكلم إن في معلومات كده على شبكة التجميع المجالي، يعني أغلبية الناس بقى هتشتغل، اللي بيشتغلوا في تنفيذ شبكات المجال للأسف، يعني شبكات تنفيذ المياه دي سهلة وقليلة وما بتاخدش وقت، لكن أغلبية اللي هيطلع بقى ويروح يشتغل مع مقاول يشتغل في شركة، أول حاجة هيوديه يشتغل في شبكة مجال، الشبكة دي بتاخد لها سنة سنتين ثلاثة، وبتاخد عدد من المهندسين ووقت والكلام ده، فأي يعني الشغل المتاح بيبقى في شبكات المجال، فربنا يسهل إن شاء الله. في حد استفسار في المحاضرة دي؟ تمام خلاص ماشي. خلاص كده احنا خلصنا المحاضرة، كل سنة طيبين زي ما قلنا، والسنة الجاية بقى تكون بدأتوا مستقبلكم.